ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دهارت. اليوم غادي نقدم لكم لائحة كتضمن أسوأ الأفلام اللي تم عرضها خلال العقد الحالي. هذه الأفلام تم إعلان أنها من بين أسوأ الأفلام في عدة مصادر، من بينها ميتا كريتيك، روجر إيبرت، ليوناردو مالتين، روتين توماتوس. غادي نحاول نقدم لكم ما أستطيع من المعلومات على هذه الأفلام هادو ونقربكم لهم أكثر. كما كنعرفوا أنه الأفلام كتخسر عليهم ميزانية كبيرة بزاف باش كيطلعوا لينا الجودة اللي بغينا ويعجبوا المشاهد، بحال سلسلة أفلام أفينجر أو بالأحرى شركة مارفل. الأفلام ديالها كاملين تيكونوا في المستوى وكيعجبوا الجمهور بزاف، والدليل على هذا أنهم كيحققوا أعلى نسب في الأرباح وأعلى نسب في المشاهدات. دابا غادي نقدم لكم لائحة ديال هاد الأفلام اللي تعتبروا أنهم هما الأسوأ على الإطلاق. هاد الأفلام اللي غادي نقدم لكم تعرضوا فقط من عام 2000 الى 2013. غادي نعطيكم اسم ديال الفيلم والمخرج والممثل، المهم اي معلومه قدرت نتوفر عليها في هاد المراجع اللي عندي غادي نوفرها لكم في هاد المقطع هذا. ما تمشيوش بعيد، نخليكم مع اللائحه. الفيلم الاول بعنوان Battlefield Earth Saga of the Years 3000. هذا فيلم امريكي تنتج سنه 2000. تصنيف الفيلم خيال علمي مقتبس عن روايه لافيت رونالد هوبرت ومن اخراج روجر كريستيان. قصة الفيلم عن مخلوقات فضائية كتغزو الأرض لمدة 1000 سنة وكتستعبد البشرية وكتجعلهم يخدموا كعمال في مناجم الذهب. كان من المفترض أنه يتم إنتاج جزء ثاني من الفيلم، لكن بسبب الفشل الذريع اللي تلقى ليه الجزء الأول تلغى المشروع. الغريب في الأمر أنه هذا الفيلم هذا شاركوا فيه نجوم عالميين كبار بحال جون ترافولتا وباري بيبر وفورست ويتكر. عام 2010 تصنف هذا الفيلم كأسوأ فيلم على الإطلاق. الفيلم جمع 9 جوائز من الجوائز اللي كتعطى لأسوأ الأفلام. بطبيعة الحال هذه الجائزة اللي كتعطى لأسوأ فيلم راه ماشي جائزة مالية أو لا، يعني بحال قلتي تقدير ديالو هالجائزة ديالك، انت عندك أسوأ فيلم أو لا انت مثلا أضعف واحد ولا أكثر، ماشي جائزة زعما غاديين يفرحوا بهم وغيعلقوا لهم ميداليات وغيعطيهم شي حاجة اللي ما نعرف. حصل الفيلم على نسبة 2% في موقع روتين توميتوس. ودابا نخليكم مع الفيلم الثاني. الفيلم الثاني بعنوان فريدي جودفينجر، فيلم كوميدي من كتابة وإخراج وبطولة توم جرين. جرين كيأدي دور واحد الإنسان اللي عاطل عن عمله في العمر ديالو 28 سنة والحلم ديالو أنه يكون رسام كرتون. هذا الفيلم اعتمد على فكاهة هزيلة بما فيها لقطات اللي هما اعتبروهم أنها كتضحك ولكن هما ما كتضحك ما تشي حاجة. تلقى الفيلم نسبة 11% في موقع روتين توميتوس. ودابا ندوزو للفيلم الثالث. الفيلم الثالث بعنوان جيغلي من إخراج مارتن بريست وبطولة جينيفر لوبيز وبين أفليك. في الأصل الفيلم كان كوميديا سوداء بدون حبكة فرعية رومانسية. المنتجين عياو ما يطالبوا في تغيير سيناريو الفيلم ويستغلوا العلاقة اللي ما بين جينيفر لوبيز وبين أفليك اللي كانت متصدرة جميع الصحف والجرائد. تكاليف الفيلم وصلت ل 45 مليون دولار والأرباح ديالو 6 مليون دولار، وهذا أكبر دليل على فشل الفيلم. مجلة تايمز أعطت الفيلم 0، وكان هذا هو أسوأ رقم كيتحصل عليه شي فيلم في هذه المجلة. وهذا الفيلم هذا فاز بسبعة الجوائز راتزي اللي كتمنح الأسوأ الأفلام. حتى من موقع روتين توميتوس أعطاه في التصنيف 6% وصنفه ما بين أسوأ 100 فيلم في العالم. دابا ندوزو للفيلم الرابع. هو فيلم غني عن التعريف، كات وومن أو لا المرأة القطة. هذا الفيلم مستند على شخصية كرتونية من عالم دي سي كوميكس وبطولة هاري بيري. شخصية الفيلم ما كتحمل تشي تشابه مع شخصية باتمان. مازال إلا هضرنا على القصة ديال باتمان، يعني كيفاش كنشوفو هو رجل أعمال وكيفاش كيتعامل مع الناس وبزاف ديال المظاهر اللي بانوا في شخصية باتمان اللي تشي حاجة منها ما كاينة في الشخصية ديال هاد كات وومن. الفيلم حصل على 9% في موقع روتين توميتوس. ودابا نمشيو للفيلم الخامس بعنوان Alone in the Dark أو بالعربية وحيد في الظلمة. هاد الفيلم مبني على سلسلة من ألعاب الفيديو بنفس الاسم اللي انتجتها شركة انفوغرامز وكان من إخراج أوفي بول. هاد الفيلم تعرض لانتقاد شديد من عدد كبير من النقاد في المجلات وفي المواقع الإلكترونية. من بين الأسباب اللي خلاو الناس ينتقدوا هاد الفيلم هو سوء تصوير، سوء السيناريو، عدم وجود أي علاقة ما بين الألعاب والفيلم. الفيلم تلقى 1% في موقع روتين توميتوس. ودابا ندوزو للفيلم السادس. الفيلم السادس هو The Last Airbender. هو فيلم خيال علمي أمريكي من إخراج إم نايت شيمالان. هذا الفيلم مقتبس على مسلسل كرتوني اللي كيحمل نفس الاسم.
الفيلم تلقى فشل ذريع وتعرض لنقد شديد من عشاق هذا الكرتون، وسبب انتقادهم ليه هو ضعف السيناريو وضعف التمثيل والأخطاء الكبيرة اللي كانوا كيديروا في اللقطات القتالية وضعف المؤثرات، على الرغم أنه الفيلم التكاليف دياله وصلت ل 150 مليون دولار. طاقم الفيلم تلقى الاتهام بالعنصرية بسبب اختيار الممثلين، حتىش كان عليهم يختاروا ممثلين من شرق آسيا ومن الأسكيمو. ودابا ندوزو للفيلم السابع. إلا ما خفت تكتب حاليا، هذا الفيلم السابع باقي هو الآن هو أسوأ فيلم على الإطلاق. هذه وجهة نظر عندي أنا، وكنظن أن النقاد عندهم وجهة نظر أخرى، أو ربما الأغلب فيهم غيكونوا متفقين مع وجهة نظر ديالي أنا. الفيلم بعنوان جاك أند جيل، فيلم كوميدي أصدر في الولايات المتحدة سنة 2011، وهذا الفيلم من بطولة آدم ساندلر والباتشينو وكيتي هولمز. هو فيلم كوميدي من بطولة آدم ساندلر بدور جاك. جاك يمثل دور مدير تجاري كتزور الأخت دياله اللي هي جيل. الغريب في الأمر هنايا أنه الشخصية ديال جيل كيمثلها آدم ساندلر بواحد هيئة ديال بنت، يعني ممثل واحد كيمثل جوج الأدوار في فيلم واحد. فين ما مشيتي وكانوا كيهضروا على الفيلم كتسمعهم تيقولوا أنه هذا هو أسوأ فيلم في العالم، من بين المجلات اللي انتقدوه ريد ليتر ميديا، روتين توميتوس أيضا انتقدوا الفيلم، مجلة تايم، تي في جايد. هذا الفيلم حطم رقم قياسي وفاز بعشرات الجوائز في حفل 32 لجائزة التوتة الذهبية. الفيلم كيحمل 3% في موقع روتين توميتوس. وندوزو دابا للفيلم الأخير، الفيلم الأخير بعنوان موفي 43. حتى هذا فيلم كوميدي كيتمثل في عدة مواقف كوميدية اللي كيحاولوا يضحكوا بها الناس، من إخراج بيتر فارلي. وحتى هذا الفيلم شاركوا فيه نجوم اللي معروفين بحال ريتشارد جير، دينيس كويد، هيو جاكمان، كيتي وينسلت، هالي بيري. هالي بيري مسكينة ما عندها ظهر، ديما تتلقاها في أفلام بحال هذا النيفو هذا. والفيلم توصف في بزاف ديال المواقع بأنه أسوأ فيلم في العصر ديالو. الفيلم كيحصل على 4% في تصنيف روتين توميتوس. حتى لهنا إخوان، هادو 8 الأفلام اللي قدرت نوفر لهم معلومات أدق وأكثر. غادي نخلي لكم في الوصف باقي الأفلام، حيتاش اللائحة كبيرة شوية ما قدرتش نديرها كاملة، إلا درتها كاملة غادي طوال الفيديو بزاف. الأفلام الآخرين غادي نحطهم لكم دابا، نعطيكم الأسماء ديالهم. هذا الترتيب اللي عطيت دابا هو ماشي ترتيب على شكون أسوأ، ترتيب اللي عطيتكم على حساب الإنتاج وعلى حساب سنة الإنتاج. غادي نعطيكم دابا أسماء الأفلام الآخرين: باليستيك إكس في إس سيفر، وهذا حتى هو شاركوا فيه نجوم كبار بحال أنطونيو بانديراس ولوسي ليو. الفيلم اللي من وراه ذا روم، وهذا الفيلم الآخر راه باين من السمية ديالو أنه غيكون فيلم فاشل، ما غاديش نقدر ننطق السمية ديالو وغتبان لكم هنايا. واللائحة داخل فيها حتى واحد الفيلم هندي السمية ديالو ما غاديش نقدر نحفظها، إذا غادي نقراها عليكم. غادي نحاول نقراها حيتاش ما ميمكنش لي نحفظها، مع راكم عارفين اللغة الهندية كيف دايرة. رام غوبال فرام كي أغ، المهم هذا سمية الفيلم. هو نسخة جديدة من أحد أنجح أفلام بوليود، شولاي. هذا الفيلم شولاي وقيلة ما تفرجت فيه أنا، غادي ندير عليه شي بحث. وهذا الفيلم هذا تسمى على اسم المخرج ديالو رام غوبال فرام، يعني مخرج فيلم ومسمي الفيلم على سميته، وغادي تسناه ينجح. وقال لك تجديد على واحد الفيلم اللي كان داير بوم، يعني راه صاحبي راه غيتسناو منك شي حاجه الهربة، غادي تجي دير ليهم انت فيلم سميه بسميتك واش من نيتك زيد. الفيلم التالي ذا ساستن موفي، والفيلم الاخير باردن ميك شوك اند تاورر. اذا انت لهنا قدمت لكم هذه اللائحه، هي لائحه أسوأ الافلام. غادي نخلي لكم المرجع في الوصف اللي بغى يزيد يقرا اكثر على هذه الافلام ويعرف الافلام الاخرين، حيت انا ما ذكرتش الافلام كلهم. كاينين افلام التسعينات حتى هما فيهم بزاف ديال الافلام اللي تصنفوا كأسوأ الافلام على الاطلاق. ما تبخلوش علينا بسبسكرايب وجيم ولايك اذا كان ممكن، واللي بغى في شي فكره نحطوها ليه في فيديو على الافلام يخليها في التعليقات، وشكرا.